هذا يسأل عن مسجد بجوار مقبرة يوجد فيه قبر مفصول بحجرة. أما إذا كانت المقبرة مفصولة عن المسجد بشارع أو بأرض فضاء فلا بأس. وأما البناء اللي على قبر حجرة مبنية على قبر هذه يجب هدمها، قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا، يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا يعني مرتفعا مبني عليه، إلا سويته يعني هدمت البناء، لأن هذا سبب للشرك، وسيلة من وسائل الشرك تعظيم القبور والغلو فيها. فيجب على ولي الأمر، يجب على ولي الأمر واللي له سلطة إنه يزيل هذا البناء عن القبر. أما اللي ما له سلطة فهذا عليه البيان فقط، ولا يزيل بيده، لأنه ما يملك الإزالة باليد، لأن هذا يترتب عليه نتائج سيئة. ولكن اللي تولى إزالة المباني على القبور هم ولاة الأمور أهل السلطة. أما عامة الناس واللي ما لهم سلطة ما عليهم إلا البيان فقط، البيان وأن هذا أمر لا يجوز وأنه وسيلة من وسائل الشرك. نعم.